المقياس الإشعاعي وعمر الصخور الجزء السادس. مقاييس علمية تؤكد خطأ المقياس الإشعاعي. طبعا الناس اللي مش متابعانا من الأول هتقول إيه هو الخير، الروم قلبت حاجة تانية غير الإسلاميات والمسيحيات ولا إيه بالظبط؟ لا، إحنا لسه في ردنا على الهجوم على الفكر المسيحي، ولكن الجزء ده بيبقى ليس ضد المسلمين وشبهات المسلمين، ولكن ضد شبهات الملحدين. الموضوع باختصار شديد، واتكلمت عليه دلوقتي ليا 7 شهور وشوية، داخلين على 8 شهور. البعض بيقول لا يوجد إله خالق، وعلشان يقولوا لا يوجد إله خالق اخترعوا ما يسمى بالتطور. التطور هو إيه؟ قالوا إن مش محتاجين إله ليخلق ولا حاجة، ده كل حاجة حصلت بالصدفة. جزيء صغير جدا انفنتسمال مولكيول انفجر من 13.7 مليار سنة. الجزيء ده لما انفجر كون الكون بالكامل بالصدفة، كون النجوم، كون العناصر والمواد الأولانية، طبعا مكونات الذرة والذرات الأولانية البسيطة الهيدروجين والهيليوم، وكون منها نجوم الجيل الأول اللي انفجرت وكونت بقية العناصر، ونجوم الجيل الثاني والثالث. من نجوم الجيل الثالث المجموعة الشمسية اللي كانت سحابة اتكونت من 4.7 مليار سنة، واتجمعت الأرض عبارة عن معادن منصهرة بتدور على أطراف أو في هذه السحابة الضخمة، كونت الكرة الأرضية اللي كانت عبارة عن منصهرة جدا من 4.6 مليار سنة، بدأت تبرد تدريجيا وكونت البحار والمحيطات من 3 وشوية، يعني قرب 4 مليار سنة، اللي اتكونت فيها شوربة عادية بالصدفة البحتة من أكثر من 3.5 مليار سنة. الشوربة العضوية اللي اتجمعت وكونت أول كائن وحيد الخلية بسيط جدا بالصدفة البحتة من 3 ل 3.5 مليار سنة، اللي بدأ رحلة التطور بالطفرات والصدف العشوائية البحتة اللي استمرت لغاية ما وصل الإنسان. فما فيش إله خالق. يعني بيحاولوا يقولوا من الإيمان المسيحي وغيره من الإيمان طبعا بوجود إله خالق، ده خطأ، ماليش دعوة بقية الديانات، أنا يهمني ما قال الكتاب المقدس. وبدأوا يهاجموا الكتاب المقدس وقالوا الكتاب المقدس ده كله خطأ في خطأ، اللي يوجد إله خالق وتكوين واحد، في البدء خلق الله السماوات والأرض، ده ما حصلش. فالموضوع ده كله تقريبا هو العدد الأولاني في سفر التكوين صح واحد، عدد واحد، في البدء خلق الله السماوات والأرض. هل في البدء خلق الله السماوات والأرض ولا الوقت والصدف خلق السماوات والأرض؟ ده اللي بنرد عليه. كل كلامنا لنا 7 شهور ولسه هنكمل شوية سنين قدام في عدد واحد في الكتاب المقدس. هل الله خلق أم الوقت والصدف اللي خلق؟ الموضوع لما ابتدينا فيه قسمناه لعدة أجزاء. الجزء الأولاني تاريخ التطور، لأن البعض فكر إن هو بس موضوع قرد أصبح إنسان. لا، الموضوع مش كده، الموضوع أكبر من كده بكتير. بدأوا مجموعة من الملحدين عايزين يرفضوا وجود إله خالق، والإلحاد ما يقدرش يستغنى عن التطور، والعكس بالعكس، لأن الإلحاد كان البعض بيحاول يقوله، لكن قبل وجود نظرية التطور كان دايما فكر فاشل. أي إنسان بيقول يوجد إله، هتقول الخلائق دي موجودة إزاي؟ الكائنات الحية دي مين أوجدها؟ لازم إله أوجدها، فما بيعرفش يرد. لغاية ما طلعت نظرية التطور اللي تديله تفسير إن الكائنات والخلائق دي وجدت بدون إله خالق، وأيضا نظرية التطور علميا فاشلة. فاشلة جدا. رغم ان هي بتزداد وبيكبر واللي بيأمن بيها بيزيد الايام دي، ولكن هي بالحقيقه بمقياس علمي فاشله. ليه؟ ده مش كلامي، لان العلم ليه 4 مقاييس: observable بنلاحظ، testable يختبر، repeatable يتكرر، predictable يتحسب. التطور not observable not testable not repeatable not predictable، لا يلاحظ، لا يختبر، لا يتكرر، لا يحسب. لذلك هذه الفرضية ليست علمية، ولولا دفاع الملحدين المستميت عنها من 150 سنة وحتى الآن ما كانتش نجحت كفرضية علمية. لكن بسبب دفاعهم المستميت هي في ازدياد وليس في تناقص. واللي يقول نظرية التطور فشلت وانتهت ده بيخدع نفسه، بيقفل رأسه في الرملة. لا، اللي بيدافع عنها بيزيدوا، وبكل شوية بيحطوا لها طبقات واقية زيادة بحاجات تخدع زيادة. تتكلمنا في الجزء الأول عن الإلحاد والتطور والخلفية التاريخية عنهم، وليه يختلف مع الكتاب المقدس، وليه ما ينفعش أمشي مع المدرسة
من بعض المسيحيين اللي بيحاولوا يوفقوا ما بين علوم التطور الكاذبه وما بين الكتاب المقدس. ما ينفعش حد يجيب لي كذب واروح احاول اوفق الكذب ده مع الكتاب المقدس ويقول الكتاب المقدس بيتماشى مع هذه الكتابات. فهذا ليس علم صحيح، لكن حسب ما وصف الكتاب المقدس ده علم كاذب. القسم الثاني الفيصل في موضوعنا كان فيه الكتاب المقدس بيقول الكون كله اتخلق في اسبوع واحد من اول السماوات والارض لغايه الانسان في اسبوع. اسبوع معنى كلمه اسبوع في سته ايام، سته ايام الاسبوع المعروفه. الكلام ده حصل من امتى؟ بمتوسط من 6000 سنه. التطور بيقول الكون من 13.7 مليار سنه والارض من 4.6 مليار سنه والكائنات بدات من 3 وشويه مليار سنه. مين فيهم الصحيح؟ مين فيهم العلمي؟ مين فيهم الذي يخضع لمقاييس العلم؟ قدمت لحضراتكم في الجزء الثاني فوق الستين دليل علمي ملاحظ مختبر متكرر محسوب على قصر عمر الكون والمجموعة الشمسية والأرض والكائنات وطبقات الأرض، ولم أجد حد حتى الآن يقول الكلام اللي أنا قلته ده مش علمي أو خطأ بدليل. في المقابل بيحاولوا يؤيدوا المؤيدين للتطور والإلحاد، يقدموا أدلة على طول وقدم عمر الأرض وأهمها المقياس الإشعاعي وبعض الحاجات التانية معي. علشان كده بدأنا في القسم الثالث بعد ما انتهينا من القسم الثاني في رحلة التطور اللي معانا، هتاخد معانا 14 قسم، خلصنا قسمين وبدأنا في الثالث لينا سبع محاضرات أو ستة وشوية. وبدأنا القسم الثالث وهو المقياس الإشعاعي اللي بيستندوا عليه. كل ما تسألهم يا جماعة إيه دليلكم على حدوث التطور يقول لك الحفريات والصخور القديمة. طب إيه دليلكم على الحفريات والصخور القديمة؟ المقياس الإشعاعي اللي يشهد إن ده عمره 100 مليون وده 200 مليون وده مليار وغيره من الكلام اللي بيقولوه. دليلكم إيه؟ المقياس الإشعاعي. بدأنا ندرس المقياس الإشعاعي، هل المقياس الإشعاعي علمي صحيح؟ الناس بتعتبر دلوقتي لا يقبل النقاش، لكن لأنه يقبل النقاش لأن في فرضيات كثيرة خطأ، وقدمنا هذه الفرضيات وتاريخه كان إيه، وباختصار 10 فرضيات عامة موجودة فيه غير الحاجات الخاصة اللي اتكلمنا عليها تخليه لا يعتد بيه، وعارفين إن هو يعني اخترعوه فقط عشان يثبتوا كلامهم ومبني على كلامهم، فهو دليل دائري. أول افتراض إن العينة اللي موجودة معايا نظام مغلق، ده مستحيل، لا يوجد نظام مغلق في الطبيعة. الافتراض الثاني إن كل نظام في البداية لا يحتوي أي من العناصر النهائية زي الرصاص. ده طلع كده، بل قدمنا أدلة عكسية. لما لقينا نظائر الرصاص اللي منافست نتيجة تحلل إشعاعي موجودة من البداية. الفرضية الثالثة اللي طلعت خطأ افتراض إن معدل التحلل ثابت. التجارب أثبتت العكس. الفرضية الرابعة افتراض عدم تغير الضغط وإن زيادته يؤثر على معدل التحلل، ولقينا الكلام ده خطأ. الفرضية الخامسة افتراض ثبات الحرارة، ولقينا لا في حرارة بتتغير بظروف مختلفة. الفرضية السادسة الطاقة اللي تأتي من مصادر مختلفة زي الأشعة الكونية واصطياد الإلكترونات والنيوترونات وغيرها تأثر عليه. سبعة المجال المغناطيسي اللي بيتناقص يأثر عليه وبشدة يجعله لا يعتد بيه. 8 المواد الكيميائية اللي بتتفاعل مع سواء العناصر الأم أو العناصر البنات أو حتى العناصر الوسيطة تخليه مقياس لا يعتد به. 9 اصطياد الإلكترون أو الإلكترون كابتشر اللي يغيره تماما ده يجعله مقياس لا يعتد به. 10 لا يوجد نظام معايرة، ده هم افترضوا قدم عمر الصخور قبل المقياس الإشعاعي. قالوا الصخور دي من كذا ومن كذا ومن كذا من ملايين وعشرات الملايين من السنين، واخترعوا المقياس الإشعاعي يعتمد في نصف عمره على أعمار الصخور اللي هم افترضوها وأعمار الطبقات القديمة، وأصبحوا يستخدموه في قياس عمر الطبقات القديمة اللي هو أصلا مبني عليها، يعني دليل دائري circular reasoning. بعد كده قدمت كتير من الأدلة على خطأ كل مقياس وفرضيات كل مقياس لوحده، سواء اليورانيوم يورانيوم رصاص او رصاص رصاص او الاسترونشيوم رصاص او روبيديوم استرونشيوم وغيرها من المقاييس المختلفه اللي اتكلمنا عليها.
النهارده هناخد مع بعض الجزء السادس، وهو طب نقارن المقياس ده، المقياس الاشعاعي اللي يدعي ان هو علمي وهو خطا، بمقاييس علميه ثانيه تنطبق عليها مقاييس العلم اللي هي تختبر تلاحظ متكرره محسوبه، وهل يا ترى تتفق معاه ولا دايما بتطلعه خطا وان هو بيدي اضعاف الاعمار؟ دايما لما يقارن المقياس الاشعاعي المليء بالفرضيات، وزي ما شرحت الاسبوعين اللي فاتوا هذا الامر، دايما هو مليان بالفرضيات، لكن طب المقاييس الثانيه اللي ما فيهاش فرضيات بهذا المنظر، بلاقيه دايما يديني نتيجه خطا مقارنه بيه، والاقي دايما المقياس الاشعاعي يديني اضعاف تصل الى 500,000 ضعف العمر اللي يديني المقاييس الثانيه. وهم بيتمسكوا بالمقياس الاشعاعي بس ويرفضوا الباقي، رغم ان المقياس الاشعاعي دايما ضد كل المقاييس يديني ما هو احيانا يصل الى 500,000 ضعف العمر الحقيقي. أقدم بعض الأدلة على كلامي لكي لا أكون بقدم كلام بدون دليل. الموضوع ده أخذناه بالتفصيل الشديد في القسم الثاني، ولكن فقط بعض التوضيحات السريعة. صخور القمر اللي قاسوها بالعناصر المشعة وقالوا إن هي بالعناصر المشعة عمرها 2 مليار سنة. لكن لما صخور القمر وعمر القمر قسناه بمعدل تسيب الغبار الفضائي على سطح القمر، اتضح ان عمر القمر وعمر هذه الصخور اقل من 10,000 سنه. ادي مرجع من اللي بيؤكد هذا الامر بالتفصيل، وشرحت الموضوع ده باكثر تفصيل في محاضرتين. عشان كده اعترف كتير من علماء التطور قالوا ان عمر صخور القمر اللي طلعت بمقياس الاشعاع 2 مليار سنه ده خطا. ادي بعض المراجع قدام حضراتكم، حتى علماء الخلق التطوري البروجريسيف كرييشنست قالوا ان الكلام ده خطا. ده أكد لنا إن المقياس الإشعاعي يدينا مئات الألوف من الأضعاف العمر الحقيقي. يعني المقياس ده إدانا 300,000 ضعف مقياس عمر صخور القمر الحقيقي. طب ده مقياس علمي وده مقياس مليان فرضيات. ليه أتمسك بالمقياس الإشعاعي مليان فرضيات، المقياس العلمي الثاني الآخر اللي ما فيهوش فرضيات بيدي أقل منه بكتير. مقياس ثاني، معدل تباعد القمر اللي اتكلمنا عليه وده اكد لنا قصر عمر القمر، برضه اكد ان المقياس الاشعاعي لصخور القمر خطا ويعطي اضعاف العمر الحقيقي. مع ملاحظه ان لما بتكلم على صخور القمر دي لا تعرضت لا للضغط ولا للمواد الكيميائيه، لانها لم يحدث فيها لا طوفان ولا مطر ولا رياح ولا غيره من هذه العوامل. يعني المفروض المقياس الاشعاعي يدينا نفس المقاييس الثانيه لصخور القمر، لكن دايما يديني اضعاف تصل الى 300,000 ضعف العمر الحقيقي للقمر. دليل ثالث، العناصر المشعة قصيرة العمر اللي موجودة في القمر. يعني اليورانيوم 236 ده قصير العمر. وغيره من العناصر دي، المفروض لو العناصر طويلة العمر بتتحلل ببطء ألاقيها كتيرة. عناصر قصيرة العمر اللي بتتحلل بسرعة شديدة ما ألاقيهاش خالص لأنها اختفت. لو القمر فعلا من 3 أو 4.5 مليار سنة، العناصر المشعة قصيرة العمر تكون اختفت من زمان، انتهت. لكن بلاقيها على صخور القمر وبكثرة. ده أكد لنا قصر عمر القمر. وأيضا الأرض. لأن عناصر قصيرة العمر لو تتحلل بسرعة، المفروض ما نلاقيهاش. ده وضح لنا خطأ المقياس الإشعاعي لصخور القمر. أيضا المقارنة بالكربون المشع أثبت خطأ المقياس الإشعاعي. فالعينات البيولوجية يقيسوها بالبوتاسيوم أربون، سواء الطبقة اللي هي فيها أو نفس العينات، تديهم عمر 700,000 سنة. يقيسوها بالكربون المشع يلاقوا فيها كربون مشع كتير، رغم إن الكربون المشع المفروض يكون اختفى في أقل من 60,000 سنة. ليه؟ لأن نص عمر الكربون المشع هو 5,730 سنة زائد أو ناقص 30، بيكون اختفى في أقل من 60,000 سنة. بعد 50,000 سنة صعب إن هم يقيسوه. إزاي يبقى فيها أي أصلاً أي آثار لكربون المشع بعد ما يكون عمرها 700,000 سنة؟ بل كمان تحليل الكربون المشع فيها إداها عمر أقل من 7,000 سنة. يعني عندي مقياس إشعاعي إداني عمر 7,000 سنة، مقياس البوتاسيوم أرجون اداني 700,000 سنة. ده يوضح خطأ المقياس الإشعاعي.
ووضح ان البوتاسيوم ارجون وغيره من المقاييس المشعه بيدوا اعمار اضعاف الاف الاضعاف العمر الحقيقي. نازك التكتايتس واللي شرحناها بالتفصيل اللي دايما مش موجوده غير في الطبقه السطحيه من الكره الارضيه برضه بالبوتاسيوم ارجون ادت لنا 700 الف سنه، رغم ان هي موجوده في طبقه حسب تقسيمهم عمرها 7000 سنه. ده اكد خطا مقياس البوتاسيوم ارجون وغيره من العناصر المشعه، وان هم بيدوا الاف او مئات الاف الاعمار الحقيقيه، وادي مرجع يتكلم على هذا الامر. وده مرجع من الجيولوجيكال سوسايتي اوف امريكا. معدل تجمع الهيليوم 4 في الغلاف الجوي، واحد من مظاهر الهيليوم، والهيليوم 4 فالمفروض ان هو ناتج من تحلل العناصر المشعه زي اليورانيوم وغيره. طيب اليورانيوم بيتحلل في عمر طويل قوي بيدينا هيليوم 4. بناء على الكميه دي المفروض الاقي كميه كثيره من الهيليوم لو عمر الارض 4.6 مليار سنه. لما حسب الهيليوم اللي موجود في الغلاف الجوي الكميه دي ما تناسبش الا عمر الارض اقل من 2 مليون سنه. ده لو بدينا الصفر هيليوم 4، يعني مفيش ولا ذره واحده من البدايه، يكون عمر الارض باقل من 2 مليون. لكن لو بدات من البدايه فيها كميه من الهيليوم 4 زي بقيه الغازات، يكون عمر الارض اقل من كده بكتير، بضعه الاف يعني عشرات ومئات الالوف من السنين. لكن كمان لما لقوا ان الارض مش بتفقد الهيليوم 4 لكن بتكتسبه من الفضاء، وحسب معدل الاكتساب مع الكمية اللي موجودة مع الكمية اللي ناتجة من التحلل الإشعاعي، طلع أن عمر الأرض أقل من 10,000 سنة. ده أكد خطأ المقياس الإشعاعي اللي بينتج الهيليوم. فإزاي مقياس الإشعاعي يدينا بلايين السنين أي مليارات السنين، وهو في النهاية بيطلع لنا هيليوم الكمية كلها الهيليوم اللي موجودة معانا ما تديناش للأرض عمر إلا أقل من 10,000 سنة. ده ايضا خلى جميع كتير من علماء ومؤيدي التطور بيعترفوا ان قياس الهيليوم مشكله لفرضيه التطور لان ما لهاش الوقت اللي محتاجاه. ادي مرجع اتكلم على هذا الامر قدام حضراتكم، وايضا والكر قال ان ده مشكله للتطور لغايه دلوقتي، وبيتساءل مالفن بيقول فين نظير الهيليوم ليه مش لاقيينه والمفروض يكون كتير عشان يثبت قدم عمر الارض. كل ده اكد لنا ان عمر الارض اقل من 10,000 سنه، واكد لنا ايضا خطا المقياس الاشعاعي باعتراف علماء التطور نفسهم. وكل دي مراجع قدام حضراتكم، اللي بيتابع معايا في الفيديو شايفها معروضه قدامي. هنزل اللينك مره ثانيه للي يحب يتابع هذا الامر. كل ده اكد لنا خطا المقياس الاشعاعي المنتج من تحلل العناصر المشعه، واكد المقياس الاشعاعي يعطي اعمار مئات الاف الاضعاف العمر الحقيقي. مقياس السابع مقياس الهيليوم في كريستالات الزركون اللي اتكلمت عنها بالتفصيل سابقا. يلاقوا كريستالات زركون في الاعماق المختلفه والطبقات المختلفه اللي يفترض ان هي الطبقات الاصليه للارض القديمه. اللي المفروض بيكون فيها يورانيوم اتحول لرصاص. وبيطلع هيليوم، واحده يورانيوم 238 تدينا في رحله تحولها لغايه رصاص ال 206 بتدينا 8 هيليوم. الهيليوم ده ليه معدل هروب من داخل الكريستالات، معدل محسوب. يقيسوا كمية الهيليوم، والمفروض ان لو الارض عمرها اكتر من 1.5 بليون سنة تتوقع انها لا يوجد يعني يجد اشياء لا تذكر من ذرات الهيليوم جوه الكريستالات. يقيسوا كمية الهيليوم يلاقوه مرتفع جدا. يحسبوا لانه ما هربش. يحسبوا الهيليوم المتبقي ده يوازي عمر قد ايه بمعدل هروبه، يلاقوا يوازي عمر 6000 سنه. ادي مرجع بيتكلم على هذا الامر. والقياسات اكدت هذا الامر، المقياس واضح. لو كانت الارض اكبر من 6000 سنه يكون الهيليوم هرب اكتر. عشان كده حطوا فرضيتين في الاول. معدل هروبه قد ايه؟ لقينا هيليوم بهذا المقياس، معدل هروبه قد ايه؟ وكان الفرق ما بين المقياسين 100,000 مرة. خدوا عينات كتير وادوها لمعامل كتير عشان تقيس معدل هروبه، لقي معدل هروبه يناسب مقياس 6000 سنة مش مليارات السنين. وآدي المرجع والصورة والنتائج التحليل اللي أكدت هذا الأمر.
فمحتوى الهيليوم ومعدل خروجه او هروبه من الكريستالات يؤكد قصر عمر الارض، يؤكد اللي يؤمنوا بادله علميه على ان الارض عمرها قصير. التطور ده ما حصلش، ولكن ايمانهم ايمان علمي صحيح لانه مؤكد او العلم الحقيقي يتفق معاه، ده صح. لكن اللي يفترض قدم عمر الارض ويفترض ان التطور ده حصل، ما عندهمش ادله على هذا الامر. الامر ده ما يقبلش جدل لانه مقاس بدقه وبعينات كتيره وبمعامل متخصصه. ادي مرجع للي يحب يرجع له يتاكد من كلامي قدام حضراتكم اللي شايف معايا في الفيديو. فالادق لعمر الكريستالات وعمر المقياس الاشعاعي اللي هو المفروض 6000 سنه وليست مليارات السنين زي ما بيقولوا. ادي مرجع ياكد على هذا الامر ايضا قدام حضراتكم. مش بس كريستالات الزركون، غيرها من الكريستالات البيوتايت وغيرها تؤكد هذا الامر، وادي مرجع تاني يتكلم على هذا الحقيقه. فالمعادله دي اكدت لنا مع قصه مرام امر الارض، اكدت لنا خطا المقياس الاشعاعي المزعوم اللي كل ما تتكلموا مع حد ايش ايه هو ايه دليلك على قدم طبقات الارض وقدم الحيوانات وان الديناصورات دي اندثرت من 65 مليون سنه والكلام ده، يقول لك ده من المقياس الاشعاعي. طب ايه دليلك؟ كل المقاييس الثانيه لما تتحط مقابل المقياس الاشعاعي، مقياس الاشعاع مليون فرضيات، المقاييس الثانيه متقاسه بدقه. المقاييس الثانيه الكثيره تدينا رقم واضح محدد ما بيختلفوش مع بعض، هو بضعه الاف من السنين. مقياس الاشعاع يدينا مئات الاف الاضعاف العمر اللي تديه بقيه المقاييس. وده بيثبت دايما خطا المقياس الاشعاعي، وادي مرجع تاني قدام حضراتكم يتكلم على هذا الامر، وادي تالت ايضا للي عايز يتاكد. تمام، مقياس الرصاص في الزركون، كريستالات الزركون ليها مقياس اخر وهو نسب نظائر الرصاص. النسب دي اكدت لنا حاجتين مهمين. ايضا اولا ان نسب الرصاص للزركون تثبت لنا قصر عمر الارض. الثاني ان نفس النسبه موجوده في الطبقات المختلفه. ده يعني اكد لنا ان طبقات الارض مش زي ما بيدعوا الكامبريان من 550 مليون سنه والترياسيك من 300 وشويه والجوراسيك وغيرها. لا، دول مش بالفرق مئات الملايين من السنين زي ما بيدعوا، دول الفرق بينهم ايام اترسبوا في نفس الوقت. يعني اترسبوا بالكارثه ما ترسبوش بالترسيب البطيء. يعني الكارثه هي الطوفان اللي رسب طبقات الارض بهذا المنظر وبسرعه، الطبقات الرصوديه مش زي ما بيدعوا بالبطء الشديد. نادي مرجع يتكلم على هذا الامر قدام حضراتكم. ايضا نيكولسين كون رسم بياني للتحليل بتاع الرصاص وكميته، وبرضه طلع بنفس النتيجه ان مقياس الاشعاعي خطا وبيدينا اعمار طويله رغم ان الاعمار الحقيقيه هي اقصر من ذلك بكثير. كمان لقيوا ان المعدل ده بيقل بسبب ان بدايه التحلل الاشعاعي كان اكتر، وده اللي قدمه لنا ويسبرج. ادي المرجع قدام حضراتكم، ومجموعه ثانيه ايضا من العلماء قدموا دراسة في نفس الأمر، كل دي مراجع بتتكلم على هذه الحقيقة. فكلهم كل دول أكدوا حاجتين، أولاً ده يثبت قصر عمر الأرض وخطأ المقياس الإشعاعي. ثانياً يثبت إن الطبقات المختلفة للكرة الأرضية، الطبقات الرسوبية، هي عمرها واحد مش عمرها مختلف عن بعض. هذه مرجع يتكلم على هذا الامر ايضا ويؤكد، كل دي مراجع بتؤكد نفس الموضوع. عشان كده لما بقول لحضراتكم احنا بالنسبه لنا الاساسي هو الايمان بالكتاب المقدس، ما عندناش مشكله، والايمان مش محتاج حاجه ثانيه، لان الايمان هو الايقان بامور لا ترى. لكن برضه انا عايز اقول لحضراتكم ان انتوا واقفين على اساس علمي قوي. ما تصدقوش اللي بيضحكوا بشويه حاجات فرضيات دي مش علميه، يعطوها الهاله العلميه الكاذبه الزائفه، وده مش علم، ده علم كاذب. لكن العلم الحقيقي المحايد دايما بيؤكد صدق اللي مكتوب في ايديكم، يعني ده مكتوب بوحي الله القدوس. مقياس تاسع ودليل تاسع، الكربون المشع في الماس، الماس المفروض من الطبقات الاساسيه في الارض من 4 مليار سنه و3 وشويه مليار سنه ومن 4.4 من 10 مليار سنه. طب الكربون المشع عارفين ان هو بيختفي بعد 50,000 سنه، ما يبقاش موجود. بنص عمر 5730 سنة. يقيسوا الماس يلاقوا فيه كربون مشع نسبة مرتفعة. وده صعب تلوثه لصلابة صخور الماس والميثان بتاعتها، صعب جدا.
ده دايما يؤكد ايضا قصر عمر الارض. لما الاقي الماس اللي في الطبقات الاساسيه من الارض المفترض ان هي 4.4 من 10 مليار سنه مليان كربون مشع، لما اقيسه الاقيه بضعه الاف من السنين، ده يؤكد لي خطا مقياس الاشعاع اللي يديني دايما مئات الالوف من الاضعاف الاعمار الحقيقيه. فبنرجع تاني نتكلم على هذا الامر قدام حضرتك، ولمرجع ثالث يؤكد هذا الامر قدام حضراتكم وغيره وغيره وغيره. فالكربون المشع في الماس القديم اكد بطريقه قاطعه حاجتين، قصر عمر الارض وخطا المقياس الاشعاعي. هذا الدكتور يونغ بيؤكد هذا الامر. مقياس عاشر، تكوين دلتا الانهار اللي بتعقد بضعه الاف من السنين. حجم الدلتا قد ايه وكتلتها قد ايه؟ معدل ترسيبها قد ايه في السنه؟ اقسم الكميه الكليه على معدل الترسيب يديني عمرها، دايما يطلع بضعه الاف من السنين. يقيسوا عمر صخور الدلتا يديهم 150 مليون سنه. بس انا لما بحسب الكميه على معدل الترسيب المقاس المحسوب الملاحظ المتكرر بيطلع لي بضعه الاف من السنين، ده يعني يؤكد خطا المقياس الاشعاعي. مقياس تجمع الطمي في قاع البحار قاسوها بمعادلات مختلفه وباختبارات كتيرة قوي بمجموعات مختلفة من العلماء لقي كميتها 27 بليون طن في السنة. المعدل الكمية الإجمالية لما قاسوها وقسموها على المعدل ادت بضعة آلاف من السنين، ودي درسناها بالتفصيل. برضه لما قاسوها بالعناصر المشعة ادت لهم أكتر من 150 مليون سنة. بأكد خطأ المقياس الإشعاعي. أدي الناشونال جيوغرافيك في فبراير 1990 نشرت هذا الكلام، وادي مرجع تاني يؤكد نفس الحقيقة. معدل تجمع اليورانيوم في المحيطات، اليورانيوم عن طريق الأنهار والمياه الجاية بيترشح وبيحمل في النهاية تنقيه المياه في المحيطات والبحار. ليه معدل ازدياد بيزداد قد إيه؟ 3.6 في 10 أس 15. حاليا كميته اللي موجودة 3.6 في 10 أس 15. بيزداد بمعدل قد ايه في السنه؟ 1.9 في 10 اس 10. لما نقسم الاولاني على الثاني يطلع لنا 189 الف سنه بس. فلو اعتبرنا المحيطات بدات بصفر يورانيوم، لكن لو بدات بكميه من اليورانيوم في البدايه يكون عددها اقل من 100 الف من سنه. لو اضفنا معامل اخر وهو الانهار والمياه كانت في الاول بتشيل اكتر لانها كان كميتها اكتر، وده لا خلاف عليه بين مؤيدي حتى التطور نفسهم واثاره واضحه، يكون اليورانيوم اللي بيتاخد من الطبقات الارض وبيترسب في المحيطات والبحار يؤكد ان عمر الارض اقل من 10,000 من السنين. ده اكد لنا قصر عمر الارض وايضا خطا المقياس الاشعاعي. ادي مرجع يتكلم على هذا الامر بالتفصيل. معدل ترسيب المعادن في قاع البحار والمحيطات، ودي المقياس ده لوحده كارثه للمقياس الاشعاعي، ولو حد يحب يجادل ياخد هذا الامر ويقيسه ويتاكد منه ويرد علينا. المعادن بتترسب على حاجات مختلفه صلبه في قاع المحيطات والبحار. لما نقيس معدل ترسبها او معدل نموها والكميه اللي موجوده نقسم الكميه على المعدل يدينا عمر يناسب بضعه الاف من السنين. ده كارثه. ليه؟ لما بنقيس العينات دي بالعناصر المشعة يدينا 25 مليون سنة فما فوق. لما نكشف المواد دي اترسبت على ايه؟ احيانا بنلاقيها اترسبت على حاجات من الانسان، قذائف سفن، اغطية زجاجات، مشروبات، مكتوب عليها حتى التاريخ. ده كأننا خطأ المقياس الاشعاعي. ازاي تدينا 25 مليون سنة ولا 100 مليون سنة لحاجة مترسبة على القنبله بتاعت سفينه ولا ازازه من صنع الانسان مكتوب عليها حتى التاريخ؟ ازاي؟ وتقول لنا في الاخر دقه المقياس الاشعاعي، دقه ايه؟ ده مخترع متالف مجموعه فرضيات عشان بس يؤكد فرضيه التطور وقدم العمر، عشان يقول ان الكتاب المقدس خطا ولا يوجد اله خالق وكل حاجه حصلت بالصدف نتيجه بدون اله خالق. ادي مرجع اتكلم على هذا الامر، وادي تاني قدام حضراتكم. مقياس اخشاب ما قبل الكامبري اتكلمت عنها بالتفصيل ومش هطول فيها. اللي يدعوا ان العصر الكامبري هو اول العصور اللي بدات فيه الكائنات عديده الخلايا تنتشر، وهو ما يسمى بالكامبري اكسبلوجن.
لكن الطبقات اللي قبله بلاقي فيها أخشاب اللي المفروض تكون طلعت بعده ب 300 مليون سنة. والمفاجأة إن بس مش في أخشاب، لكن لما يحللوها بالكربون المشع يلاقوا فيها نسبة مرتفعة، يعني عمرها بضعة آلاف من السنين. يعني أقدم طبقات الأرض بضعة آلاف من السنين. أيوه، لما يقيسوها بالمواد المشعة يدونا مليار ومليار و300 مليون سنة، لكن لما نقيسها بالكربون المشع تطلع عمرها بضعة آلاف من السنين. ده برضه يؤكد خطأ المقياس الإشعاعي. أدي مرجع قدام حضراتكم بيتكلم على هذا الأمر. اتكلمت على مقياس الأحماض الأمينية اللي أكدت برضه خطأ المقياس الإشعاعي وإدت أعمار أقل منه بكتير. أيضا اتكلمت على معدل تحلل الدي إن إيه اللي ليه نص عمر 400 سنة. فلما الاقي البكتيريا او الكائنات الاولانيه الاوليه الوحيده في الخليه البروكاريوتيك البسيطه موجوده في صخور، يقيسوا الصخور دي بالعناصر المشعه يقولوا لنا عمر الصخور دي 425 مليون سنه. احلل في الكائنات دي الدي ان ايه الاقي لسه موجود فيها دي ان ايه نص العمر بتاعه 400 سنه، وصلت قد ايه؟ عمرها 4500، ودي حاجه متقاسه ومحسوبه ومتكرره. يعني بمقياس الدي ان ايه معدل تحلله تعطينا 4500 سنه او اقل. مقياس العناصر المشعه تدينا 425 مليون سنه. ده يؤكد خطا المقياس الاشعاعي، وده اتنشر بالعنوان الاتي في المقال الاتي قدام حضراتكم، وعليه دراسات كثيره كل دي مراجع بتتكلم عنها. ده بالاضافه للمقاييس اللي قدمها علماء التطور نفسهم قبل اختراع المقياس الاشعاعي اللي اتكلمنا عنها في الجزء الاول اللي هو تاريخ المقياس الاشعاعي. زي ابن داروين نفسه جورج داروين وغيره اللي اتكلموا على معدل برودة الارض، يفترض ان الارض بدات سخنه وتبرد تدريجيا. وما كانوش بيقدروا يقدموا اعمار اكثر من 20 مليون باي طريقه، حتى مع فرضيتهم ان الارض بدات عباره عن مجموعه معادن ساخنه ومصهره جدا وتبرد تدريجيا. فحتى ادلتهم نفسها هي كانت بتخالف المقياس الاشعاعي مع فرضيه ان هي بدات منصهره، لكن لو بدات متوسطه الحراره مناسبه للحياه والميه لكي ما تتبخرش الميه يكون عمر الارض بضعه الاف من السنين. دي مقاييسهم هم قبل ما يرموها في الزباله علشان خاطر سواد عيون المقياس الاشعاعي اللي يثبت لهم قدم عمر الارض، فيكون في وقت للتطور، وطالما في وقت للتطور يبقى تطور حصل، يبقى ما فيش اله خالق. كل دي مقاييس واضحة ملاحظة مختبرة متكررة محسوبة دقيقة علميا، ما فيهاش فرضيات أو القليل منها. لما تتقارن مع المقياس الإشعاعي المليء بالفرضيات تؤكد خطأه. عشان كده لما أقول لحضراتكم بأدلة علمية المقياس الإشعاعي ده فرضية خطأ، أنا مش بهول ومش بقول كلام خيالي والناس المؤمنين المتخلفين اللي ملهمش في العلم، لا، بنتكلم بأدلة علمية. ده خطأ، وده هو الدليل الوحيد اللي في إيديهم ودايما يستشهدوا بيه على قدم العمر. الطبقة دي عرفت من فين إن هي من 4 مليار؟ ده المقياس الإشعاعي. الكامبريان عرفت إيه إن هو 550 مليون سنة؟ المقياس الإشعاعي. الديناصورات عرفت ده إزاي إن هو 150 مليون سنة؟ المقياس الإشعاعي. ده خطأ، ده كده، ده تزوير. ناخد الجزء اللي بعده